مريم رمضان من محافظة كفر الشيخ. عمري سني 25 سنة، معايا مؤهل لسنة الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر كفر الشيخ دفعة 2019. أنا متزوجة من بقالي 5 سنين، معايا بنت وولد. يعني حصل ظروف عائلية بينا وبين أهل زوجي وكده، فلخبطت معانا الدنيا شوية، فاضطرنا ان احنا نسيب البيت ونمشي. واحنا حاليا يعني خدنا شقة وعايشين ايجار، فظروف جوز المعيشية يعني صعبة جدا، يعني زي ما بيقولوا بادئين من الصفر. وبالنسبة لظروف اهلي، كان ظروف اهلي المادية كويسة الحمد لله، كانت كويسة يعني جدا الحمد لله، لكن ظروف جوزي كانت سيئة، فاضطريت ان انا اطلع واشتغل. انا متزوجة وانا لسه في الكلية، فاضطريت ان انا اخرج واشتغل واساعد جوزي وطلعت. بس كان كل خوفي ان محدش يعني بصراحة من اهلي يعرفوا ان انا بشتغل، يعني عشان مش لحاجة، بس انا ما كنتش حابة حد يبص لزوجي بصة مش كويسة، او يبص لزوجي ان هو مش قادر يتكفل بمصاريف في عيشته. لا، انا ما كنتش عايزة حد يبص له البصة دي. يعني انا بقالي بالظبط بقالي 4 سنين شغاله، محدش من اهلي يعرف انا شغاله ايه او بشتغل ايه. انا بمسح سلالم، ما لقيتش شغلانه تناسب ظروفي غير ان انا امسح سلالم، لان انا بطلع شغلي ببنتي الاولانيه من وهي عمرها شهر او شهرين وانا بخرج بيها. ولما اوظف اللفظ ما كانش ينفع استغنى عنهم، لان هما ولادي كانوا بيرضعوا طبيعي، فولادي كانوا معايا في الشغل، فما كانش في حد بيرضى يشغلني اي شغلانه دايما، يعني عشان الاطفال وكده، فما كانش في اي شغلانه تناسبني غير الشغلانه دي، هي الوحيده الشغلانه اللي كانوا بيسمحوا لي انزل بيها بعيالي، اني امسح سلالم، اغسل سجاد، اكنس الشارع كده، كانوا بيشيلوا الولاد عني على ما اخلص شغلي بس. فيعني انا كل اللي طالباه منكم حاجه واحده بس، انا مش عايزه اتوظف ولا عايزه شغل ولا عايزه حاجه خالص، انا عايزه اترحم، ورحمتي في حاجه واحده، لو حابين كلكم تساعدوني هساعدوني ان جوزي يحصل على وظيفه، لان جوزي لو اشتغل وتوظف شغل ثابت حكومي انا هرتاح، ان انا مصيري مربوط بمصير زوجي، عيشتي مربوطه بيه. بس انا بطلب منكم ومن اي حد يشوف الفيديو ده، وحياة حبيبكم النبي محمد، لو حابين تقفوا معايا وتساندوني فعلا، عايزه جوزي يشتغل شغل حكومي ان شاء الله، عامل في اي مجال بس يبقى شغل ثابت حكومي، وانا ساعتها هترحم من اللي انا فيه.